تعالى هنا ليه؟ أبوي والله ما عملت شيء. عامل لك تعالى هنا ليه؟ بنت أبوك من حوحي يا عفاف، أنت بنت البيسة عن جد. شو الكندر بجيب لك هي؟ حمرة تكرم عيونك. لك لشو لشو السرقة؟ حطوا بقى! لك فهموني شو عم تسوى؟ اسكت شوي اسكت شوي، ريح حالك لما صحى. لك وين راية وين راية؟ روح! مخبايينه على سطح المخفر! شباك! ما تخاف ما تخاف! هذا المحل الوحيد اللي ما بيخطر ببال حدا يدور فيه. يا حبيبي لكان استعجلوا استعجلوا قبل ما يجي ابو نادي، والله اذا اجا وشافكم جريمتكم بتصير بعشر جرائم. اسكت بعده شوي بعده شوي. لا تزتوا لا تزتوا لك زت خلصت لك. اسكت يا اخي. ولك شبك بنار طخيتك مثل بالزوعة فجاه، شو صار لك؟ تعرف لو فقع شو كان بيصير؟ ولك يا سيدي لو فقع كان احسن لنا، يفقع ويخلصنا، بس هذا مغشوش ما بيفقع لانه لاحوا ماي. لاجوتا تعال كيف هون نخلص منه بقى حاجه. لك العمى في عيونك ما اخشمك، ما بيصير ما بيصير. ما سمعت سلنجا شو قال؟ لا. لازم نلحشه مطرح ما زتته والامبرباليه ونستعمله. طيب بركي جماعتنا اللي حاطينه احسن زياده الخير خيرين، هيك بيفقع جماعه الاستعمار ولا دكتور الاستعمار؟ يلا خلصني الداي. انا صاروا جوعان يا وين رح موت؟ انا ميت خالص. يا خلينا نسبتوني شو ما صار يصعب. اوه ما بيقلع. يلا تعال ساعدني. ستة واحد اثنين ثلاثة. تيرورست اتاك. تم إلقاء القبض على إرهابيين يحاولان إعادة زرع لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية قبالة السواحل الإيطالية. هذا وقد طالبت الولايات المتحدة بتسليمهما لها لإجراء التحقيقات اللازمة على اعتبار أن المشتبه بهما ربما ينتميان إلى منظمة.